قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأيت في منامي أن أحدا يأمرني بأمر فهل أمتثل له كما رأى إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل فامتثل؟ رؤيا الأنبياء وحي حق، ما هي مثل رؤيا غيرهم، أما رؤيا غيرهم فهي احتمال، ما هي بيقين، إنما هي احتمال، ولا يجوز العمل بالرؤيا في تحريم حلال أو تحليل حرام، لا يجوز هذا، هذا انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤيا الأنبياء هذه حق، وهي وحي من الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك رؤيا إبراهيم عليه السلام فهي وحي، رؤيا يوسف عليه السلام وحي من الله حق، أما رؤيا غيرهم فيحتمل أنها من حديث النفس أو من أضغاث الأحلام أو تكون رؤيا صحيحة، الله أعلم، ما يجزم بأنها صحيحة وأنها رؤيا صحيحة، لكن يتوقع. نعم.